هتبات بره الليله؟ احتمال، واحتمال اخلص بدري وارجع لك على طول. انا مش عارفه بس ايه اللي خلاك تشتغل في مكافحه المخدرات. معقول انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ده انت اول واحده بتكافحي ضده. يا حبيبي بس انا خايفه عليك، دول ناس مجرمين ما عندهمش ضمير. يا حبيبتي ما تقلقيش، العمر واحد والرب واحد، وبعدين ما فيش حد بيموت ناقص عمر، ولولا شغلي في اداره المخدرات ما كنت شفتك ولا عرفتك. لا كنت هعرفك برضو. ازاي بقى انت ناسي انك قريب سهام؟ تصدقي اول مره في حياتي انبسط ان سهام دي قريبتي. خد بالك من نفسك يا علاء، هي العمليه فيها ضرب نار؟ حسب التساهيل. انا قلقانه عليك قوي يا حبيبي. قلقانه؟ طول عمرك عايشه وسطهم ما خفتيش يعني؟ وسط مين؟ تجار المخدرات بتوع البطنيه. ما انا ما كنتش لسه عرفتك يا حبيبي، وبعدين ما طهرتوا الحي منهم خلاص. يعني ما فيش حد عندكم منهم دلوقتي؟ علاء هي دي المذاكرة؟ لا ده انت البحر واخدك مني خالص. انت جيت يا حبيبي؟ هي بنتي سرحانة في ايه؟ لا ولا حاجة. ولا حاجة ايه؟ امال الشرود اللي انت فيه ده ايه؟ بس افتكرت بابا وماما، ما تتصورش وحشوني قد ايه. بسيطة يا حبيبتي، كلميهم في التليفون. خايفة اتكلم بابا يرد عليا ويقفل الصفة في وشي. حاولي، ده باباكي. تفتكر؟ انا نفسي حتى اسمع اي صوت حد فيهم. لا ده انت الحالة بقت معاكي جيم خالص، سيبك بقى من الصنارة دي وبلاش غدا سمك، قومي بينا على السنترال. الو ايوه مين؟ انا مش مصدقه وداني. است مروه يا حبيبتي وحشتيها، وحشتيني خالص والله يا بنت. مروه مروه يا حبيبتي ازيك؟ عامله ايه؟ كده برضو يا بنت، خس عليكي ما وحشتكيش؟ مفيش يا بنت تليفون تكلميني منه تطمنيني عليكي؟ ايه انا كويسه يا حبيبتي، وعامله ايه مع جوزك؟ ابوكي؟ لا يا حبيبتي ابوكي مش هنا، يمكن في المغلق ولا عنده شغل بره. يا بنت ما تاخدينيش في دوكه، انت عامله ايه مروه؟ ما فيش حاجه في السكه يا بنت؟ عايزه ابقى جده يا بنت. جوزك عامل معاكي ايه؟ كويس يا اختي، بيعاملك كويس؟ طب الحمد لله. هاي حبيبتي ايه الاخبار؟ شكلك احسن. اسكتي يا علاء، ما تتصورش اول ماما ما ردت عليا وقعدت تتكلم معايا كنت مبسوطه قد ايه. طب ووالدك؟ يعني متهيألي كده يجي منه، بس مش عارفة، بس كلام ماما طمني. حبيبتي يومين ثلاثة كده وكلميه تاني وشوف هيقول لك ايه. خايفة ما يردش عليا، اصل انت بتعرفش انا بحبه قد ايه. البنت دي قالت لك انها عايشة ازاي بقى؟ بتقولي ان هي كويسة قوي مبسوطة والحمد لله. يا صلاة النبي، ما هي لازم تقول كده. امال هتقول انها تعبانة وقرفانة وهي عارفة انها غلطانة في اللي عملته؟ مش خلاص بقى يا حاج، عفى الله عنا سلف والمسامح كريم. مسامح ايه يا وليه؟ وسامح مين؟ انت اتجننتي؟ انا سامح يا اعوذ بالله. انت عايز الناس يقولوا عليا ايه؟ بعد اللي عملته ده وسامحها يقولوا المعلم نخ قدام بنته؟ يا حاج يا حاج، يعني انت يرضيك البنت تفضل بعيده عني بالشكل ده؟ والله المعلم النحسي قال لي طول ما جوز البنت دي بعيد عنك انت في امانه الله. المعلم النعسي ده من يوم ما سمعت عنه وهو حاطط على قلبه حجر. معلم النعسي ده الراجل الكبارة، الراجل ده اكتر من 50 سنة بيشتغل في الكار وعمر البوليس ما شم ريحته، وبعدين ده اتجوز اكتر من 20 مرة، لا عمر مرة رفعت عينها في وشه ولا واحدة عصت له امر. يعني انا اللي بعصلك امر يا حاج؟ يا حاج ابراهيم انا امي، عارف يعني ايه امي يا ابو فتحي؟ خلاص اعتبريها ماتت وربنا عوضك عنها بالواد. تفي من بقك يا راجل، تفي من بقك. هان عليك تدعي على مروه؟ انت عايز تحرق قلبي عليها ابو فتحي؟ اهو ده كلام النسوان الخايب بقى اللي لا بيودي ولا بيجيب. يوه اسمعك بوداني دول بتدعي على بنتي وعايز نسكت؟ لا ما تسكتيش، تقومي تحضري لي الحمام عشان عايز استحمى واخلص من العرق اللي انا فيه ده.
الحاج، الست موجودة قاعدة في أوضة ست مروة وبتعيط، اندهالك؟ لا لا خليها. مش خلاص بقى يا حاج؟ عفى الله عما سلف والمسامح كريم. يا حاج ابراهيم انا امي، عارف يعني ايه امي يا ابو فتحي؟ الو، ايوه ربنا ينام بيه. ايه يا ست كليوباترا بتقري ايه؟ جعان يا انطون، معايا سندوتشات حضرها. لا سندوتشات ايه؟ ده انا عندي ليك حته خبر مش هتصدق لما اقولهولك. ايه؟ اترقيت؟ اترقيت ايه؟ وانا لحقت. امال ايه؟ هيوحشك بقى الميه والهوا وحمام كليوباترا. معقول؟ هنرجع مصر؟ تصوري وبالسرعه دي، انا مش مصدق. ازاي ده حصل؟ ما هو ده اللي مجنني. انت عارفه انا عامل زي ايه؟ زي ايه؟ زي واحد تهموه تهمه هو مش عارف هي ايه، وبعدين حكموا عليه، وبعدين اكتشفوا انه بريء فاطلقوا صلاحه، وبرضه هو مش عارف هو عمل ايه. مين ده اللي عمل فيك العمله دي عشان اشكره؟ تشكريه على ايه؟ على الحادثه دي؟ بالعكس، انا كنت حاسه اني عايشه في جنه. اه يا حبيبتي، بس جنه ما فيهاش اهلنا. ما هو الانسان ما يقدرش ياخد كل حاجه. قولي بقى هنرجع امتى؟ قاعدة جوه يا حاج. جوه فين؟ في اوضتنا ولا في اوضة ست مروة؟ طول ما انت بره ما بتسيبش اوضة ست مروة ولا دقيقة. طب قول انت هتجيب فات معايا. حاضر. الحاج رجع يا ست بهيج. ايه؟ وايه اللي رجعه بدري كده؟ هو فين يا بت؟ هو قاعد بره وطلب مني اجيب له كوبايه ميه. يظهر يا ست بهيج انه تعبان شويه. تعبان؟ ما تنطقي يا بت سكتني. يا بت على المطبخ. مالك؟ مالك يا اخويا؟ حاسس بايه؟ ايه اللي رجعك بدري؟ انت تعبان؟ ايه ايه تعبان ايه بس؟ مفيش حاجه. انا اصلي لقيت نفسي قاعد في المكتب ما بعملش حاجة، قلت اجي البيت اريح شوية. يوه، انت هتخبي عليا يا ابراهيم؟ ما تقولي يا اخويا فيك ايه؟ ما قلتلك مفيش حاجة يا بهيجة. طب هروح اعمل لك عصير. لا مش عايز. وعلى فكرة البت بنتك راجعة. بجد؟ بجد يا حاج؟ مين اللي قالك؟ ورجع امتى؟ انت كلمتها في التليفون؟ اسمعي بس، المهم دلوقتي مش عايزك تنسي اللي اتفقنا عليه، وافتكري كويس كلام المعلم النعسي اللي قال ان ما طول جوز البت دي بعيد عننا احنا في امانة الله، يعني هما في حالهم واحنا في حالنا. يعني ايه يا حاج؟ يعني يا اخويا تبقى بنتي جنب مني وما اروحش اطل عليها؟ مين قال كده؟ طل عليها وكل حاجه، بس في حدود، وخلي بالك من حكايه جوزها دي بالذات، يعني كأننا ما نعرفوش، كأنه مش من قرايبنا من أصله. بس ده ظلم والله العظيم. ثلاثة ظلم. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة، كلامك ماشي على راسي، بس انت يا اخويا ما قلتليش انت عرفت منين. مش مهم عرفت منين، انا عرفته وخلاص. دلوقتي الواد الزفت التاني فين؟ ربنا يهديه يا حاج، بيخرج من صباحة ربنا ما بيرجعش الا بعد العشاء.
بسم الله ما شاء الله. مدي سره كله دلوقتي لسبرعي، فاهم ان انا مش هعرف. مش هو ده اللي احنا متفقين عليه يا حاج؟ على كل حال انا هعرف اتصرف معاه ازاي.